بعد ما كانت تلقب بمنارة الخليج، وبعد لقاء أميرها بالرئيس المصري، الكويت اتخذت قرار بحل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يا ترى دي صدفة؟ ولا أمير الكويت اقتبس خطة تأمين البلاد وإنقاذها من الضيعة زي ما اقتبسها قبل كده الرئيس التونسي قيس سعيد؟ هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس. وكان برضو بعد لقاء جمع بين سعيد والسيسي وقت الاضطرابات السياسية في تونس. فهل الرئيس السيسي ليه تأثير قوي على الدول العربية، ولا أمير الكويت استشعر الخطر فعلا علشان يوقف العمل بالدستور؟ والسؤال الأهم، هل دولة الكويت مملكة وليها ملك، ولا جمهورية وليها مجلس شعب وفيها تداول للسلطة؟ وعلشان نجاوب على الأسئلة دي لازم نفهم إيه اللي حصل في الكويت بالظبط وإيه أسبابه. الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير الكويت اكتشف أن الأجهزة الأمنية والقضائية عنده مخترقة، وأن ده تسبب في الإفراج عن خلايا إرهابية كان محكوم عليها بالإعدام والمؤبد. فطلب من أعضاء مجلس الأمة أنهم يشاركوا في تشكيل حكومة جديدة، وكانت المفاجأة أن أعضاء مجلس الأمة عرقلوا إرادة الأمير، ووصلت له معلومات بمحاولة أعضاء مجلس الأمة إجباره على تعيين أسماء محددة في الوزارة الجديدة أو بقاء الوضع على ما هو عليه، وحاولوا كمان يتدخلوا في اختيار ولي العهد. كل ده أكد للأمير إصرار المجلس على استمرار الفساد والرغبة في الانقلاب على الحكم. فقرر الأمير حل مجلس الأمة اللي هو مجلس النواب، وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور المتعلقة بممارسة الديمقراطية والمدة 4 سنوات. القرارات دي قالها الأمير بعد كلام شديد اللهجة يتعلق بسلامة الكويت، وأكد أنه لن يسمح بتحطيم البلاد. طبعا ناس كتير شافوا أن قرار الأمير مبالغ فيه وهيسبب هزة سياسية واقتصادية في الكويت، لأن القرارات دي هتغير النهج اللي تميزت بيه الكويت في منطقة الخليج طول السنين اللي فاتت. المعروف عن دول الخليج كلها انها بتقوم على نظام الحكم الملكي او الاميري، وهو نظام شمولي، يعني كل السلطات مركزة في ايد الحاكم، والحاكم في الدول دي هو الامر الناهي في كل الامور الكبيرة والصغيرة في الدولة. والحقيقة ان النظام ده جايب نتائج ممتازة في الدول دي، لانه نظام بيخلي الدولة اشبه بالقبيلة او العيلة الكبيرة، وهي طبعا العيلة المالكة اللي كل افرادها بتشارك في حكم البلاد. وفي البلاد دي بيتلاشى العيب الخطير الموجود في اي جمهورية، وهو الصراع على السلطة. وده موضوع كبير هنبقى نشرحه في فيديو تاني عن الفرق بين الحكم الملكي والحكم الجمهوري. وعدم وجود صراع على السلطة يؤدي دائما الى وفرة في المال، وطبعا وفرة المال وازدهار الدول من شأنه رفع مستوى رفاهية الشعوب، وبالتبعية بتكون مسألة المشاركة في الحكم أو الديمقراطية وتداول السلطة مش من أولويات شعوب الدول دي اللي بتوفر أنظمة صحية وتعليمية وخدمية جيدة، بل يمكن هي الأفضل في العالم. طيب هل الكويت دولة ملكية؟ الحقيقة أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج اللي غردت خارج السرب وقررت إشراك الشعب الكويتي في الحكم، واعتمدت نظام يجمع بين الديمقراطية والملكية. واستمرت الكويت على الحال ده لعقود طويلة، وكان دايما يتقال عليها واحة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الخليج العربي. ولأن دوام الحال من المحال، قرر أمير الكويت الاستقلال بإدارة الدفة وسحب وسلب كل الصلاحيات الديمقراطية علشان تكون في قبضة أمير الكويت لوحده. القرار بتعطيل الدستور لمدة 4 سنوات هينتج عنه أحد الاحتمالين، إما أن الأمير يأثر المدة وقبل ال4 سنين يرجع العمل بالدستور بعد ما يقضي على الفساد من خلال تغييرات سياسية وحكومية تكون قائمة على أساس معيار الولاء مش الكفاءة، وأنه يفعل مبدأ تنصيب أهل الثقة. والاحتمال الثاني أنه يحول نظام الحكم للنظام الملكي عن طريق الاستفتاء الشعبي وتغيير الدستور، وده من الصعب حدوثه أو يكاد يكون من المستحيل، لأن كل القوى السياسية المعارضة في الكويت وهي كتير جدا هترفض نظام الحكم الملكي وهتعارضه بكل قوتها لطمعها طبعا في الوصول للسلطة. وده اللي بيرجعنا لمفهوم الصراع على السلطة اللي اتكلمنا عنه في الأنظمة الديمقراطية. والحقيقة أن شعب الكويت حاليا مقسوم نصين، نص قلقان على غياب ديمقراطيته، ودول اللي شايفين ان الديمقراطية ضمان لاستقرار وامن ورخاء الكويت، اما النص التاني شايف ان الديمقراطية كانت باب الجحيم اللي اتفتح على بلادهم ومن الضروري اغلاقه فورا. وجهة نظر النص التاني دي اللي هنقف عندها ونسأل،
إزاي الديمقراطية كانت جحيم على الكويت في حين أن الكويت فعلا هي واحدة من أغنى البلاد الخليجية؟ الكويت لوحدها بتحتفظ 7% من احتياطي البترول في العالم، وبتقوم على إدارة واحد من أكبر الصناديق الاستثمارية العالمية، رغم أنها الدولة الخليجية الوحيدة تقريبا اللي مازال اقتصادها بيعتمد على البترول فقط، ودي حاجة تقلق الأجيال القادمة، خصوصا أن الكويت مساحتها صغيرة نسبيا، علشان كده محتاجة لاقتصاد متنوع ومنافس وقادر على البقاء والاستمرارية. وبصراحة الحكومات الكويتية كانت دايما بتحاول تنوع في مقومات اقتصادها، لكن المفاجأة أن أهم أسباب عدم تطوير الاقتصاد الكويتي هي الديمقراطية. وتاني هيجي الكلام عن الصراع السياسي اللي من أقوى عيوبه أنه بيعطل النمو الاقتصادي لأسباب كتير، أهمها انشغال الأحزاب والقوى السياسية بالسياسة أكتر من الاقتصاد، وأحيانا تعمدهم لهدم الاقتصاد لمحاربة الخصم السياسي الحاكم للبلاد حاليا، وإظهار عدم استحقاقه لكرسي السلطة. لو رجعنا اللي حصل مؤخرا في الكويت من 2020، هنلاقي حالة من الجمود السياسي والاقتصادي بسبب إجراء 4 انتخابات تشريعية في 4 سنين، وده طبعا تخبط ديمقراطي بيسبب توتر بين الحكومات والنواب، وبيخلي الجو مناسب للتداخل في الصلاحيات، ومنها التعدي أحيانا على صلاحيات الأمير نفسه. ده الوضع اللي بتقوم عليه الحياة السياسية في الكويت من بعد انتهاء حربها مع العراق في التسعينات. وطبعا سوء الأحوال السياسية أدى إلى تدهور اقتصادي، وأصبحت الكويت تتزيل دول الخليج، فمثلا الإمارات والسعودية قدروا يأسسوا اقتصاد متنوع وقوي، واللي خلاهم أعضاء في منظمة البريكس. طيب هل الحل هو الاستغناء عن الديمقراطية في الكويت؟ ومين من القوى السياسية في الكويت اللي ممكن يعارض هذا القرار؟ طبعا من المعروف ان الكويت دولة متنوعة الطوائف، يعني مثلا 1/3 سكان الكويت وفق الأرقام الرسمية من الشيعة، وتقريبا 120 ألف إنسان عايش في الكويت بلا جنسية، وفي 250 ألف تقريبا عايشين برا الكويت. ده غير أزمة العمالة الأجنبية في الكويت ومشاكل تانية الكويت مش قادرة تحلها بسبب الصراعات السياسية. ومن المؤكد أن الصراعات السياسية دي تعتبر تربة خصبة للمتاجرين بالأزمات، وهم بعض القوى المعارضة اللي بيستغلوا مشاكل البلد للضغط على الحكومة وأمير الكويت نفسه، لأنه بيلاقي الحكومة دايما مش متفقة مع المعارضة على رؤية واحدة للبلد. وبلا شك المعارضة الإسلامية هي أكتر القوى السياسية تضررا، ودول لو فرطوا في الديمقراطية ممكن ما ترجع لهمش تاني أبدا. وزي ما السيسي حيد الإخوان من السلطة وصارت على ضربه تونس بعد قرارات الرئيس سعيد، فأمير الكويت اتصرف بنفس الأسلوب، وفعلا الإخوان هم أكبر المتضررين من قرارات الأمير الكويتي. ملخص الوضع في الكويت أن الأمير مشعل بيواجه بيئة سياسية غير صحية على مدار السنوات السابقة، وكانت سبب انتشار الفساد في أغلب مرافق الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية والاقتصادية وحتى المؤسسة القضائية نفسها اللي هي أصلا ملاذ حماية الناس. لكن الأمير واثق أن القضاء قادر على تطهير نفسه وكمان مساعدته في القضاء على الفساد. والسؤال، هل الشعب الكويتي هيساعد الأمير في تطهير الفساد، ولا مراكز القوى السياسية هتقدر تنقلب على الأمير وتستحوذ على الحكم؟